عضو مجلس نواب وعضو تنسيق شباب الأحزاب السياسيين، مدرس مساعد في الجامعة البريطانية، وبعمل دكتوراه في جامعة القاهرة في علم السموم والأدوية، ولعبة منتخب مصر لريشة الطايرة، وعضو مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي، ومؤسسة أكاديمية هادية حسني لريشة الطايرة في نادي هليوبوليس الرياضي وفي نادي بلاك بول. هو تنظيم الوقت أهم حاجة، وبحب أحط أولويات لكل مرحلة في حياتي. لما يبقى في أولمبياد يبقى التركيز على التمرين، لما يبقى في امتحانات يبقى التركيز على الامتحانات، عشان أقدر أن أنا أتفوق في أي حاجة أنا بعملها يعني. ودايما بحب الحاجة اللي أنا أعملها يعني أنجح فيها، مش أن أنا أعملها وخلاص. فالفترة اللي جاية بعد الأولمبياد هتبقى مفيش بقى بطولات دولية، مفيش تمرين قوي، فهيبقى التركيز على أن أنا أخلص الدكتوراه بتاعتي، بجانب طبعا مجلس النواب وأن أنا يعني أخدم الشعب. مجلس النواب ما كانش هدفي خالص. 2015 بالصدفة كانوا عايزين، كان في قايمة عايزة تكمل القايمة بمرأة وشباب، فدخلت. انا دايما لما بيتفتح اي فرصه قدامي ما بقولش لا، يعني بقول يمكن ربنا فتح لي السكه دي، عشان حتى لو مش عشان نفسي، عشان خاطر ان انا اساعد حد او كده. فساعتها ما قلتش لا ونزلت فعلا، وما كانش ليا النصيب ان انا اكسب ساعتها وان انا ادخل مجلس نواب 2015، بس انا شايفه ان ده اداني يعني حافز ان انا اعمل حاجه في القصه دي اكتر، اعمل مجهود وافهم اكتر ايه الحكايه. بعد 2015 بقى قدمت في برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، واتقابلت فيه بعدها في 2017، ودخلت درست في الدفعة الثالثة. ده اداني برضو خبرة اكتر ان انا لما اجي انزل انتخابات بعدها ابقى فاهمة الدنيا ماشية ازاي، الانتخابات بتعمل ازاي. ما كانش عندي خبرة قبل كده، فلو كنت كسبت برضو ما كنتش هقدر ان انا افيد زي ما انا بفيد دلوقتي. الحمد لله الانتخابات بقى الاخيرة دي الحمد لله ربنا وفقنا فيها، وكنت في قائمة قوية برضو، وجودي برضو في تنسيق شباب الأحزاب السياسيين في وسط شباب أفكارهم مختلفة لكن هدفهم واحد، ده بيدي الواحد حافز إن هو يقدر إن هو يشتغل أكتر، وفي ناس داعمين لي إن هو يقدر يحقق حاجات أكتر للبلد يعني إن شاء الله. أنا في لجنة شباب ورياضة في مجلس النواب، فبعد طوكيو أركز أكتر في إن إحنا يعني نساعد بقى يعني الحاجات اللي ما تعملتليش، انا احب ان انا افيد الناس بيها من خلال وجودي في لجنة الشباب والرياضة. فهيبقى التركيز كله مش هيبقى خلاص بقى على اللعب يعني، تهيألي دي اخر محطة ليا رسمية لوجودي في منتخب مصر ريشة الطايرة، رغم ان انا اهلت المنتخب ان هو طبعا مع زميلاتي ان احنا يعني نروح بطولة العالم للبنات مفروض في اخر السنة، بس مش عارفة هكون حتى مكملة لغاية وقتها ولا لأ. فأحب بقى أن أنا أفيد الناشئين والناشئات، وأن أنا أحاول أن أنا يعني أساعدهم وأوصلهم لمراكز عالمية متقدمة إن شاء الله، بجانب بقى وجودي برضو في المجلس أن إحنا يعني نساعد الناس في الدايرة عندي في الشرقية. يعني أتمنى أن أنا أقدر أعمل حاجة تفيد البلد وتفيد الناس يعني. واجهني صعوبات إن في 2008 في ناس كتير بعدها ما كانوش عايزيني أكمل لعبة في الرياضة، بس أنا فضلت مكملة وحققت كمان إنجازات أكتر من اللي أنا حققتها زمان. كان كل الناس بتقول إنه يعني خلاص أنا عملت اللي ما يتعملش في اللعبة، وتأهلت الأولمبيات وطلعت أول عرب وطلعت أول جمهورية، ما كنتش ساعتها لسه جبت أول أفريقيا. فبعدها الحمد لله جبت أول أفريقيا، مش في الفردي بس، في الفردي وفي الزوجي، ولغاية 2020 يعني 2020 يمكن كانت سنة الإنجازات كلها بالنسبة لي في ريشة الطايرة مع ضحى. وفضلت برضو بحقق في الفردي مش زي زمان، بس ستيل بحقق تالت أفريقيا تاني أفريقيا في الفردي لغاية السنة اللي فاتت. صعوبات إن أنا كنت بذاكر كلية صيدلة عين شمس مع إن أنا في منتخب ريشة الطايرة، فطبعا كان لازم أوفق وقتي، وكان في طبعا دكاترة داعمين ليا، بس في نفس الوقت بتلاقي دكاترة مش داعمين، فأنت لازم أنت تحاول بقى تشتغل سياسة في الكلية عشان خاطر تقنع الدكاترة إنك مسافر بطولات دولية وهتضيع من وقت المحاضرات. فكل ده بيبقى ضغط برضو نفسي، وبيبقى أسهل كتير قوي لما تلاقي ناس داعمين حواليك. والحمد لله إن أنا كان في دكاترة كتير
داعمين ليا، سواء كمان مدرسين في المدرسه او دكاتره في الجامعه او في الشغل. لو ما كانش في كمان دكاتره داعمين ليا في الشغل، ما كنتش قدرت ان انا اكمل لعب دولي لغايه دلوقتي. انا وضحى مثلا كنا بنحاول في التاهل ل 2016 وما قدرناش ان احنا نتاهل ساعتها، ما كانش في يمكن دعم للزوجي بتاعنا مع ان هو كان زوجي قوي. صممنا ان احنا نحاول التاهل ل 2020 وفعلا عملنا كده. فابتدينا من 2016 عملنا خطه لنفسنا، وابتدينا حتى نسافر بطولات لوحدنا مش تبع خطه الاتحاد. ولما هم لقونا ان احنا بنعمل كده وبنسافر بطولات على حسابنا، ابتدوا بقى يدعموا الفكره ان احنا نقدر ان احنا نتاهل ل 2021. فهما كل الرياضيين بيواجهوا ان ممكن ما يبقاش في حد يعني مصدق فيهم او في امكانياتهم، لكن بالاجتهاد والمثابره الواحد بيوصل اللي هو عايزه، وبيلاقي بعد كده ناس تدعمه في الفكره بتاعته او في الرياضه اللي هو بيلعبها. يعني فعلا لغايه 2012 كان معظم البطولات كانت يعني الحمد لله ان انا اهلي برده كانوا داعمين ليا، فكانوا ليهم دور كبير في التاهل بالنسبه لي في 2008 و2012. قبل 2016 الوزاره كانت بتدعم الاتحاد، والاتحاد كان برده بيتكفل ببطولات كتيره جدا، خاصه يعني البطولات اللي في افريقيا وفي اسيا. لو احنا بنحب نزود مثلا بطوله في اوروبا او كده كنا بنطلعها. بعد 2016 الموضوع اختلف، يعني كان في خطة أحسن برضو من قبل 2016، كان الدعم للفرقة كلها. فلما الدعم بيبقى للفرقة كلها مفيش حد اتأهل، لكن كان في بقى تركيز إنه إحنا هنركز على الزوجي فقط، زوجي المختلط فقط، مش هنركز على الفرديات خالص، لأن في بلاد في أفريقيا هي مركزة فيهم. فكان في خطة برضو أحسن. الخبرة بتفرق، يعني كل سنة بتعدي بيبقى لينا خبرة أحسن في اللعبة. الدعم طبعا اخر فتره دي كان يعني يمكن اول سنه كنا انا وضحى بنطلع بطولات على حسابنا. 2019 برضو في اولها طلعنا بطوله او بطولتين على حسابنا. عندنا برضو حاجه كويسه جدا ان الاتحاد الافريقي بيدعم كل البطولات تقريبا اللي في افريقيا، كان الاتحاد الافريقي داعم ليها لانه كان عايز ياهل زوجيات من افريقيا ان هي تتاهل. فكان بيشجع بقى الاتحاد ان هو يطلعنا بطولات تانية برضو، واحنا لو حبينا نساعد في البطولات برضو بنطلع بطولات لو محتاجين نزود في النقط بتاعتنا.